هاد المقابلة عندو حسبها دولية، لأن فريق ديال الأرجنتين فريق كبير، وفريق المنتخب الوطني راه فريق تبارك الله عنده كذلك شارك في 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 المستوى النجوم العالم عنده، وكنتمنى هاد النهار إن شاء الله يجيب نتيجة مشرفة. وشكرا. سي محمد، جيت من مدينة سيدي حي الغرب رفقة الأصدقاء ديالي اتجاه مدينة طنجة لمشاهدة المقابلة تجرى إن شاء الله يوم اليوم الساعة 8 بين المغرب المنتخب المغربي ديالنا والأرجنتين. تنتمناو للفريق ديالنا نتيجة إيجابية، والسلام عليكم. جايين عبر السيرة ديالنا الخاصة، جايين فرحانين ناشطين الحمد لله، تندعو مع الفريق ديالنا اللي تنحبوه من قلبنا الخالص. شعارنا الله الوطن الملك. السلام عليكم، حنا جينا من مدينه طنجه، جينا نتفرجوا هنايا المنتخب المغربي ديالنا، على الله وعسى يكون شي خير ان شاء الله، نطلبوا السلامه من كل شيء للجامع. بسم الله الرحمن الرحيم، حنا جينا من مدينه القنيطره، جينا باش نشجعوا الفريق الوطني ديالنا، ولو ميسي قال هذاك الكلام اللي ما يسواش، المهم حنا خصنا نبينوا له فهمت القدرات ديال المنتخب الوطني. ولكن اش نقول لك، حنا جينا كاع الاصدقاء ديال حي الوحده، بالخصوص حي الوحده، وكنشرفوا الحب الوطن المغرب بسرتو باللعابه كاملين فهمتيني، يعني صراحه وصراحه طلع عندنا حب في الوطن بزاف، وجايين تابعين في اي في السراء والضراء. حنا الحمد لله هذا واخا ماتش حيفي، كنتمناو ديما التفوق للمنتخب المغربي. حنا كنا عرب وكنتشرفوا بهذ الكلمه، ان حنا اصل العرب، سيرتو الكلمه اللي قال ليونيل ميسي ماشي في المستوى ديالو، ولهذا حنا جينا اليوم باش نوريو للمغرب اش كيسوى بالحقوق ديال اللعابه ديالو تبارك الله صلى على النبي كاملين واحد بواحد. وشكرا بزاف. جينا اليوم عازمين على الفوز، خصنا ضروري نربحوا باش ما كانش نبينوا لميسي باننا حنايا راه، واخا رغم هو ما بغاش كاع يجي، حنا بغينا نبينوا له بان راه الجمهور المغربي كامل كان باغي بانه يجي، ولكن ملي دار هذا الشيء هذا راه ما بقى عنده شي حب بعدا مع الجمهور المغربي. ولكن كنتمنوا اليوم من هيرفي رونالد دخلنا شي تشكيله مزيانه. حبي الفريق الوطني المغربي، جينا من مدينه القنيطره مرشحين الى مدينه طنجه لمؤازره الاسود، حنايا تنطلبوا اليوم الفوز كبير ان شاء الله على الارجنتين، وكنتمنوا الفوز ان شاء الله للمنتخب.